الأستاذ ناصر أحمد العبدولي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. أستاذ ناصر أحمد العبدولي، أسعد الله أوقاتك بالنعمة. مرحبا أبو عبد الملك، صباح الخير، نصبح عليكم على إذاعة أبو ظبي. إيش حالك؟ إن شاء الله طيب. الله يحفظك إن شاء الله ويسلمك. يا مرحبا، حيا الله أبو عبد الملك. جزاكم الله طبعا جاي. إحنا حابين نشكركم ونشكر إذاعة أبو ظبي على تواصلها الدائم والمتميز معنا. طبعا نحن في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ونثني طبعا على دوركم المهم في توعية كافة شرائح المجتمع بكل ما هو جديد بالنسبة للمؤسسات الحكومية. جميل. نلقي الضوء أستاذ ناصر على الهوية، بطاقة الهوية الجديدة، أبرز خصائصها، ومتى سيتم إطلاقها إن شاء الله؟ طيب، جزاك الله خير. الهيئة الاتحادية طبعا للهوية والجنسية بشكل دائم تعزز من عملية تطوير وتحسين منتجاتها وخدماتها وعملياتها، ومن هذا المنطلق قامت الهيئة بإطلاق الجيل الجديد من بطاقة الهوية بمميزات عالية الجودة. الهدف طبعا تحقيق رؤية دولة الإمارات من خلال تطوير منظومة جودة بيانات السجل السكاني وربطها بمنظومة متميزة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة منظومة الهوية الشخصية. نعم. دائما ما نسعى إلى تطوير وتحسين أعمال الهيئة الاتحادية من خلال تطوير منتجاتها وخدماتها، واليوم نطلق الجيل الجديد من بطاقة الهوية. من أهم خصائص طبعا الجيل الجديد في بطاقة الهوية تقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية مثل التزوير والتزييف بعملية الاستخدام، بالإضافة إلى حقول ورموز تعريفية مضافة كبيانات رب العمل ورب الأسرة والمسمى الوظيفي بالنسبة للإخوة المقيمين، وكذلك جهة إصدار بطاقة الهوية. كذلك حماية معززة للبيانات الغير ظاهرة على البطاقة، الهدف منها طبعا تعزيز منظومة الربط الإلكتروني بين المؤسسات لضمان حداثة البيانات خلال عملية الترابط والتكامل. الموضوع الآخر، كذلك توجد هناك خصائص فنية وتكنولوجية متقدمة من خلال تفعيل خاصية القراءة اللا تلامسية لقراءة البيانات، مما سيساهم في تعزيز الأمن الصحي لأفراد مجتمع دولة الإمارات، خصوصا إذا ما ارتئينا كثرة استخدامات بطاقة الهوية في شتى المجالات. مثل ما أنت عارف في أبو عبد الملك، الآن بطاقة الهوية استخداماتها كثيرة لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كذلك القطاع الخاص. فعلنا خاصية استخدام البطاقة لا تلامسيا، بدل ما تعطي الشخص بطاقتك يأخذها ويحطها في الريدر ويرد يعطيك إياها، فأصبح في تلامس يعني في ظل وجود الجائحة هذه. هذه من أهم الخصائص اللي تم تفعيلها لضمان موضوع تفعيل الأمن الصحي في مجتمع دولة الإمارات. جميل. نعم. ربطها بالبصمات الحيوية للأشخاص، صحيح؟ نعم، هي البطاقة. أصلا فيها خصائص الأمنية اللي هي مربوطة بصمات الفرد. هذه كانت موجودة في البطاقة القديمة، وكذلك صح، موجودة ومعززة في البطاقة الحديثة. جميل. متى سيتم إطلاقها؟ تم إطلاقها فعليا من تاريخ اليوم، يوم الأحد 8/8 اوكي 2021، تم العمل فعليا من تاريخ اليوم على إطلاق الجيل الجديد من بطاقة الهوية. وطبعا سيتم إصدار البطاقات لكافة شرائح المجتمع من المواطنين المقيمين بالتزامن مع عملية التجديد، وكذلك مع التجديد فقط. يعني أنا مبلغ أن بطاقتي تنتهي في 2025 في إمكانية أني أجددها الآن، أدخل على الموقع الإلكتروني وغيره، لا لا، مع الانتهاء. نعم، مع انتهاء بطاقة الهوية بالنسبة للأخوة المقيمين، بالنسبة للأخوة المواطنين والأخوة المقيمين، مع تجديد بطاقة الهوية راح تصدر لك بطاقة الهوية الجديدة وتوصلك وفق القنوات الرسمية. طيب، بدل فاقد، بدل تالف، كيف يتم التعامل؟ طبعًا خدمة بدل فاقد وبدل تالف متاحة للجمهور. أوكي، بإمكان المتعاملين التقديم على بدل فاقد وبدل تالف إذا كانت البطاقة تالفة، والحصول على النسخة الجديدة. لكن حابين نوضح يعني بشكل واضح أن بطاقات الهوية القديمة الموجودة لدى متعاملين الكرام، أوكي، سارية الصلاحية لحين انتهاء لحين تاريخ من تاريخ انتهاء. من تاريخ انتهاء وراح تجدد اوكي مع تاريخ الانتهاء، وتصدر بطاقة الهوية الجديدة. نحن نأكد ان البطاقة القديمة اوكي سارية الصلاحية وممكن استخدامها لدى كافة المؤسسات الحكومية، وعملية استبدالها راح يكون بالتزامن مع عملية تجديد بطاقات الهوية.
ما شاء الله. يعني ما في داعي الآن الأخوة المتعاملين يروحون يقدمون على استبدال بطاقة الهوية. البطاقات القديمة ساغية، أوكي، بإمكانهم الحصول على كافة الخدمات المقدمة من خلال بطاقة الهوية لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لبطاقة بطاقات الهوية السابقة اللي موجودة. طيب، الحين عملية الانتهاء والتجديد بشكل تلقائي في البطاقة القديمة. نعم. هي عبارة عن يعني المعلومات المكتوبة، دولة الإمارات، بطاقة هوية، الاسم، الجنسية، غيره، ومن الخلف، الجنس، وتاريخ الولادة، والبطاقة. هي عبارة عن طباعة على استيكر شفاف. نعم. هذا كثير يعني ما يتلف. في البطاقة الجديدة ما راح يكون هذه الطريقة، بتكون الطباعة مطبوعة على جسد البطاقة. صحيح، نعم، هذه من أهم المزايا كذلك اللي تم وضعها على بطاقة الهوية، استخدام البوليكربونات، أوكي، في عملية طباعة. راح تكون البطاقات طباعة الأسماء فيها طباعة ليزرية محفورة على البطاقة، مما يساهم في جودة أوكي بطاقة الهوية الحديثة. شو المطلوب الآن عند التسجيل؟ يعني شو الوثائق المطلوبة طال عمرك لإصدار البطاقة الجديدة؟ نحن حابين ننوه أن عمليات التجديد أوكي هي نفسها، ما تغير فيها أي شيء. أوكي، عمليات تقديم التجديد على تجديد بطاقة الهوية هي نفس القنوات المتاحة، أوكي، التطبيق الإلكتروني والاستماغ الإلكتروني، بالإضافة للقنوات التقليدية مثل مكاتب الطباعة ومراكز سعادة المتعاملين. لكن نحن نحث المتعاملين على استخدام تطبيقاتنا الذكية جدا سهلة. جميل. أوكي، متاحة للمتعاملين 24/7، بإمكان المتعاملين استخدامها في أي وقت بكل يسر وسهولة. طبعا الرسوم راح تكون هي نفسها وعمليات التقديم هي نفسها، ما راح يتغير أي شيء أوكي من هذا الأمر. كل اللي راح يتغير هو الإصدار، أوكي، بدل ما تصدر البطاقة القديمة راح تصدر البطاقة الجديدة بالمواصفات. جميل. فقط لا غير. الهيئة حددت صلاحية البطاقة من 5 إلى 10 إلى كذا؟ نعم، هذا محدد مسبقا، محدد في بطاقات الهوية السابقة، وهي نفس العملية مستمرة. أوكي، بالنسبة للأخوة المواطنين متاحة لهم 5 سنوات أو 10 سنوات، وبالنسبة للأخوة المقيمين هي مرتبطة بمدة الإقامة. إذا كانت الإقامة 2 فهي 2، إقامة 3 سنوات 3 سنوات. بالنسبة للأخوة الحاصلين على الإقامة الذهبية في 5 سنوات في 10 سنوات، فبطاقة الهوية تصدر بالتزامن مع الإقامة. جميل. لو في واحد مثلا مبتعث وغيره وخارج الدولة وعنده دراسة، في إمكانية بعد يعني تجدد للبطاقة من خلال يعني الجهات الرسمية بإذن الله. صحيح، نعم، الخدمة متاحة من خلال الجهات الرسمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. نعم. يتم استلام المستندات وتجديد التجديد للناس وإرسالها خارج الدولة ويطلبها. إذا كان طبعا هو بيرد خلال 6 أشهر من 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 سريان وثائق رسمية، سواء جواز السفر أو بطاقة الهوية، بإمكانه طبعا هو يجددها بدار طريق الدولة. غير كذا طبعا يقدر يتواصل مع وزارة الخارجية، وزارة الخارجية راح تقوم بالدور هذا بإذن الله مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. شكرا جزيلا لكم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. شكرا لك الأستاذ ناصر أحمد العبدولي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. شكرا جزيلا سيدي. شكرا. حاضرين، الله يسلمك يا مرحبا. جميل.